والله انها المواضيع احسن زينه، مواضيع لي. لكن انا اقول سبحان الله الاعتذار، انا اقول له فعلا هو اللي قالكم مشي من رجال، هو فعلا مشي من رجال. ليه؟ لانه ما يجيك يعتذر الا الانسان الطيب اللي ما عنده الطيب. والله ما يجيك يعتذر يعني بعد الخطا، اولها بالاوله هو حس بالخطا. حاجه ثانيه ما رضي، هو تايب. شفت الله سبحانه وتعالى يوم فرض التوبه، يعني مو يعني جعل التوبه جب ما قبلها. صح. توب الله، مع ان الله سبحانه وتعالى مو محتاجك. بس فلذلك هي ترى تشبه التوبه. عباده. هو جعلها التوبه تجب ما قبلها. ولانك تعترف على نفسك بالخطا امام الله، تطلب من الله مغفره. فهذه الاعتذار اللي يجيك، اول شيء معترف بالخطا. الحاجه الثانيه يطلب منك المغفره. يعني انك تسامح، يطلب منك انك تسامح من هذا الخطا. فاذا جاك لون خطا كبير، يعني الاقرب اذا جاك الانسان معتذر راجع تحسف على خطاه، اول شيء اقر لك. مجرد انها اقر انك مخطئ مثل ما قال رجل، بعض الناس يقر لكن كابر، هذا مجرد انه قر وجاك وزي ما تقول خضع لك يبغى منك العذر. فمن القبح انك ما تقبل العذر، انك تقابل الاحسان بيسر. ولا انك تقابله وتجازيه بالاعمال اللي قد فاتت منه. يقول الشاعر ولد عمي محمد بن حمد الزواق، نعم ما عليكم زود، هو كان بينه مسجلات بينه وبين احد الشعار زميل له، وكان يعني يخطا عليه وكذا، فارسل له ابيات. ذاك ارسل ابيات يعتذر، هذاك يخطا عليه. فهو شوف يعني شوف رجوله يا اخي سبحان الله، حتى في قصيد، حتى في الخصام، ايه في الخصام قال عذركم مقبول والعلم في ذاك الشطر، لحيث ما تقبل العذر ما تستاهل. فهو قبل عذره، فانا اقول فعلا هو لحيث ما تقبل العذر ما تستاهل. الانسان يقول عذركم مقبول، ذاك موجه الاعتذار قال عذركم مقبول والعلم في ذاك الشطر، لحيث ما تقبل العذر ما تستاهل. فانا اقول لي فعلا اللي ما يقبل العذر ما يستاهل العذر. العذر طيب، والله اني لا شفت الانسان يعتذر، سواء انه عندي يكبر في عيني او انه يعتذر من انسان ثاني، والله الذي لا اله الا هو انه يكبر. وحين بشر نخطئ، ليه؟ هو جاك اول شيء هو بشر واخطا وسوى اللي سوى، ما تدري الغيب ما يعلمه الا الله، ما تدري. بس انه مجرد انه جاك واعتذر معناته يقول امسح اللي فات وابدا معي شيء جديد. في العذر طيب، طيب من اطيب الاشياء الجميله في الحياه العذر، انك تعتذر على خطاك وتقر به، تطلب من رفيقك انه يسامحك وتبدا على او اقبل العذر. اقبل العذر ماشي، واللي ما يقبل العذر العيب في اللي ما يقبل العذر، ولا اللي يعتذر ويجي يرجع هذا انا ما قبلت العذر وتشتت. نعم مرت، لان ده معناته انك خلاص بتوقف الحياه. يعني بالله عليك انا لو كل اختلاف بيني وبينك يا بندر ما اعتذرت ولا انت ما قبلت عذري، خلاص تقول لا عذرت خطا، والله ما عاد تعيش مع الناس. عبد العزيز اخطا علي، قلت لا ما عندي مسامحه. اخطا علي محمد، قلت ما عندي مسامحه. يجي يوم من الايام لينك الحالك، والله انك لحالك فعلا، والله العظيم من كل في لحمك يشوفك يقول عود. الناس ابي قال له كلمه قويه، كان بين خصمه وبين احد من الناس، المهم خصمه على انهم مشكله يطلب منهم الصلح، والناس اللي قابلينه ما صلحوا. قال له كلمه قويه عقبها تم الصلح، قال للناس تخلص في الرقاب الخضر وانتم ما تخلصون من المشكله. المشكله كانت عويصه بس ما تصل الى ما وصلت لشيء اكبر. ايه يوم قال الكلمه سبحان الله، بعض الرجال رجال جات الكلمه القويه خلاص درى انها كلمه خلاص عقبه. يقول الناس تخلص، الناس تخلص في قطع رقاب، يجيك انسان لا قدر الله عليه ويقتل له واحد من الناس تعفى عنه، وياتون الرجال يركبون يحولون يبركون عنده ويقولون طالبينك طلبه، يقول خلاص سمعت عفوت. وش اكبر من قصاص؟ ذابح الانسان. في اللي دونه كله يهو يعتبر تافه. قال الناس تخلص في رقاب الخضر، انت ما تخلصون من المشاكل. فاي مشكله تجيك في الحياه انت قادر على انك تخطاها تنهيها، قادر على انك او تصغرها او تصغرها او تكبرها. الله ليش فاتح التوبه الى قيام الساعه. ارحب يا مسر. سلام يا مرحبا. وين انت؟ وين انت؟ الله قاعد، الله جاعل في هو اكرم الاكرمين ارحم. يعني عقب كل ابراهيم لازم يعني مو محتاج له في شيء، بس فاتح التوبه عشان الانسان يرجع الى الله سبحانه وتعالى.
الحين على خمس وكم؟ خمس وربع الظاهر. خمس وثلاث ربع. انا ما دام انك فتحت العذر ذا قبل البرنامج باسبوع وانا جاي مع خط الريل. لا اعتذر منك الرجال فقبل عذره. نعم. لا 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 عاد تعود دو الدمسه. انا ما اجيك مع خط الريل. عادي كرتون خليني ادري والله عادي الموقف ذا حليو. ايه. علمني اني لا اعتذر الواحد اني اقبل عذره. ايه. يوم خذيت تعديت الرين قدامي راعي سياره. وافرق صوب المحطة، كبسته بفرق صوب المحطة. بغيت اصدمه. تعدى تهم تعديت فدير علي. كبسته وقف. حاولت قلت ايش علمك يا ولد؟ ما تذبحني يا ولد. قلت ما تذبحني. ما تعدمني. يا مقابلتي في القناة دي. ما تذبحني يا ولد ايش علمك؟ عدو من جنسية خارجية. قال انا اسف. قلت لا ما تعرف السوق قال انا اسف والله انه عاقل انا ايش قلت يا ولد ما دام انك تقول انا اسف خليني اطولها شوي يمكن يعني قال انا اسف هو لابس حزامه حزام الامان وانا حاكي مع الدريشه معه معاوني قلت انت ما تعرف السوق تبي ماني اعلمك السواقه قال انا اسف الاول والثاني والثالث يوم جا الرابعه خذ قلت قال انا اسف ممسك الحزام من الحين مسحبه قدام مرفعه والله مرتبه حول قال يا اخي انا قلت لك اسف ولا لا؟ قلت له قلت اسف ولاني انا بعصا وبعصا ولين والله يوم شفت حول لا الرجال هلا جابر جابر جده ما 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 يمدين علي واذا ما تصافح اذا ما تقويها صافح قلت انت بغيت قال يا اخي انا قلت لك اسف خلاص روح روح حط عمل قلت الله يصلحك يا اخوي سوق زين سوق زين يا مسلم هو سوق زين يا ابو شفت الرجال خلاص ما يمديها حاول انك بالله تنتبه للسياره لا فعلا انتبه انت كنت تقول مزح بس والله انا فيها شيء من الصدق والله انا اقول انا صادق بعض الناس يقول منك ما تقبل عذره وهو كنا قادر على انه حتى لو ما اعتذر لو ما قبل عذره ما عليه منك يعني كنا ركبت موتر وسريت ليه اعتذر للمن هو رجل هاش انا الحين ترك ايوه ما بدي اذل لا والله ما بدي اللي يعتذر ما يعتذر ذل من انت ابو لا إيه؟ قدم لك الرجال ابو إيه؟ انا ترى قصه ترى موضوعنا ترى بدينا انا قلت وش رايكم بالانسان اللي وش يعتذر عطت عندي على العذر بشكل عام الاعتذار الاعتذار الله يسلمك فواز ها سوى كيف تفهم لا مقصر اللي اهم من الاعتذار دائما الانسان القران شو يقول الانسان على نفسه بصير فانت الانسان تمر بك تجارب في الحياه فالافضل من الاعتذار انك دائما الموقف اللي بيحطك في اعتذار انك تعتذر حاول انك تتجنبه من البدايه قبل الظهره شوفه قسى على نفسك شوفه كان بيلحقك يا طويل العمر بالصبح بتعتذر منه ولا خطا فانتبه منه ترى الانسان هو ميزان نفسه هذا الاهم من الاعتذار قبل الاعتذار صح فيها جدي عبد الله الله يجعله في الجنه له بيت يقول وانا ابغاه مسكل وانا ابغاه سيف مسكل في جبير اخبار حكيم يا زهر هجته قبل يوالها الانسان لما انه وزن نفسه وزن وانا ابغاه سيف مسكل في جبير اخبار حكيم يا زهر هجته قبل يوالها الانسان لما انه تركت الانسان يتدب نفسك عشان ايش؟ اتكلم وش عشانه؟ عشان ما تكثر كل يوم انت معتذر. ترى كثر الاعتذار اسم جرج. كل صح. يوم تخطي وتعتذر ترى صح يضعفك هذا يضعفك. صح كثر العذر يسمجك، هذا اللي قبل لكن لما الرجال اخطا مره انت شفت ولا مرتين والانسان هم معصوم من الخطا. ولا ثلاث مرات متفاوته وذي كلها انا وكلها في موقف فاهمه خطا ولا شيء واعتذر فهذه ما فيها بالعكس ما يقبل الاعتذار الرجال يتعفى في القط. خليته يعرفها من قبل هذا شو لكن كثر الاخطاء يا طويل العمر وكثره الاعذار ما هي بزعل تسمج الرجل والله انا تسمج الرجل ولا تقلح له تسمج الرجل قال يخطي ويعتذر يخطي خليك دائما حكيم على نفسك ترى الانسان ميزان نفسه تحط عمرك قال نفسك اي مو اي اي مو اي نعم اي موضوع بتحاكى فيه ولا بتني بحطه وشوف وش دواخله عليك وشوف وش اموره عشان ما تضطر الاعتذار لان ترى الاعتذار مهما كان مو بزعل الرجل هو لا شوف لا كثرته
أو حتى انت جيت تعتذر فيها ذقل عليك. لا غض النظر، غض النظر من المشاكل، غض النظر من المشاكل متكرر. لا انا قصدي بالعذر بشكل عام، يعني جاك انسان مثلا، انسان صار بينك وبين موقف ولا خطا ولا شيء واعتذر منك، احنا كلامنا في العذر اللي يجيك من رجال، اما بينك وبين خطا ولا موقف ولا شيء هم الاول وجاك معتذر. الموقف الاول له موقف اكيد، ممكن له اي الموقف، خلى الاعتذار اللي يتكرر بس الموقف الاول حديث اللي ما يقبل العذر. اقول كل الناس تعافى غيرك، ما تقبل العذر ما تستاهل. انت ما تقبل العذر ما تستاهل والله. انا صدق والله هي العذر هذي. ذكرت شيء ترى يمكن كثر الاخطاء والاعتذارات يخطي يعتذر يا تسمي جرد يا قال والله تسمي يا قال سيد. انا خلاص هذه البرامج الواقعيه العذار وايد هم العذار هنا ما احد ها. اللهم لك الحمد والله اني دخلت ولا ذا الحين والله والله العظيم صادق اني ما قد اعتذر مني رجال على خطأ اخطيت عليه، ولا قد اعتذرت الرجال وانا مخطئ. لكن ابغى واحد يبدا بهاي الرد، ابغى يا رجال يخطي علي عشان اشوف الاعتذار رجال. انت ما انت انا جربته قبل البرنامج ثلاث ايام. انت انت ما انت ما بس امني يلا انت ما تعطينا مجال يا ابو معد. لكن سبحان الله انت عادي تخطي ولا ما تخطي. انا ما كله مو بلازم تعتذر عادي اخوك يا يعني ندم حزلة اني لخطيت اني لخطيت اجودها. اسمع اسمع اني لخطيت اجودها واني اقدر اقول ندم حزلة لما اعتزل يا ابو لا جاء الصج عاد. لا والله انك فكر والله انت تخطي على احد. لا والله انا شفته سالم سالم عادي وقت عاد احد يخطي. نعم سالم سالم لاني بخطي على احد الا ان كان رجال يطرف يطرف البرنامج مو مقياس. الكلام اللي نقوله البرنامج مو مقياس. والله البرنامج كله مزوح واعتذارات مزوح كلها مزح، لا الكلام ولا لا ولا في شيء. انا ماني معتذر منك يا مهدي صدقه، ماني معتذر منك يا صدق البرنامج ما اي ماني معتذر. انا اقول 20% 30% 10 10 اشو اقول الصدق البرنامج.